ناس ووضع مزدحم وبعينها شقد قصص تبويني وانا صنم وطبع باليسكاه هوايه تفوت فرص تدري انا يا الناس ايش كبرني؟ توقع انا الصدى اللي بالكهف كلها التاني معناها صاير شيء اذا ما ارجع. خلينا ندخل شويه بالاعماق وبالتفاصيل. يمتى تحسب قيمتك؟ لكل زمان الرجال. فد شيء مخل بالرجوله؟ مو مساله غرور بس للامانه حقيقه. اكو موضوع يوم الايام نشرت ستوري بنيه سمعت قصيدتك وانتحرت او ماتت او هيك شيء. مراسيم الدفن وهاي وهو الستوري بعده، بعد ما عبر علي 24 سنه. فتدمرت من شفته. اريد ختام الحلقه على ذوقك. الدنيا شبيعتني وشرت لي بقصبة الخير قربة وشرت لي الرمي لوح المدنق وشرت لوقم وما فكرت شي يصير بيه.